صعب التكهن بمستقبل ايران، جدا صعب. لانه انت شوف، هاي البلدان كلها اللي تكلم عليها جنابك، حتى تركيا، يعني هاي الدول كلها مو دول مؤسسات حقيقيه مبنيه بحيث تقول انه بكره رئيس اشيله وديه على الصفحه واجيب رئيس جديد ويبقون الجيش وتبقى الداخليه والتخطيط لا لا، هاي البلدان انت ما تعرف فيها مبنيه بطريقه القائد الواحد او الرئيس الواحد او او الزعيم الواحد، مثل العراق. يعني طار صدام حسين تفلش البلد كله، ولحد اليوم صار 18 سنه تبني البلد، ما قاعد نعرف تبني، ما دام نعرف تبني. نفس الشيء ايران اليوم يتبدل الرئيس، يتبدل رئيس الوزراء، يتبدل المدني، ويبقى هو المرشد، هو الرئيس الحقيقي للبلد، مثبت ذلك بالدستور. يعني مو داعش يعني التكهن، مثبت بالدستور انه هذا كل شيء. تبقى العمليه الديمقراطيه الموجوده، انه هذا تجيب رئيس وزراء محمد خاتم، يوم ظريف، يوم مدمنو، يتنافسون على الرئاسه، يوم الاصلاحيين، يوم غير الاصلاحيين، احمد نجات الى اخره. بالنهايه هذول حيكونون واجهه لاعطاء صيغه الديمقراطيه على البلد، وانه هذا النظام بلد وانتخابات، ويوم يجينا رئيس من الحزب الفلاني ورئيس من الحزب الفلاني. اعتقد هذا الشيء بالنهايه اي شيء يصير. هاي البلدان يعني تقول لي بعد 10 سنين ما اقدر اجاوبك، لكن اقدر اقول لك على المدى القريب، اقدر اقول لك مع السنتين الوضع باقي على ما هو. قد بالعكس ايران ستحصل على امتيازات اخرى، والدليل على ذلك انه ايران ماشيه بالامتيازات، انه لحد اليوم من زمن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى جو بايدن، لحد اليوم سمع يعطون استثناءات للعراق باستيراد الغاز الايراني. طيب لو فعلا امريكا كانت تسوي تاذي ايران بموضوع الغاز، وهو طبعا اعتقد من المواد القليله اللي تفوت لهم بالوايت ماني، يعني خلينا نقول بالفلوس البيضاء اللي تفوت لهم، بكل بساطه تقطع وقوه علاقتها بالسعوديه، تقول يا سعوديين تنطوهم نفس السعر وينتهي الموضوع، ولا تقول لي الفصيل الفلان او الفرقه الفلانيه او لا. بالنهايه اذا انقطع الكهرباء الناس حتروح هي بالسطله تجيب الغاز وتجي. طيب لكن جميل.